له البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب المؤتمر الذي انعقد في دورته العادية الثالثة تحت شعار استكمال بناء المؤسسات وترسيخ الهوية، كما تفضل السيد رئيس المجلس. افتتحنا المجلس بإحياء ذكرى الأرض، وذلك للتأكيد على ارتباطنا بالقضية الفلسطينية وعلى اعتبارها قضية رئيسية بالنسبة لنا، وعلى اعتبار أن الربيع العربي جاء كنتيجة أو جاء اعتمد على مبدأ المقاومة الذي انطلق من فلسطين، وأن هذا الربيع العربي ستكون نتيجته هو تحرير فلسطين وتحرير الأرض. سأقدم نتائج البيان وسيوزع عليكم البيان بعد ذلك. أولا، استعرضنا في المجلس الوطني الوضع السياسي العام في البلاد وأصدرنا المواقف التالية. أولا، نؤكد على ارتياحنا لما أفضى إليه المسار السياسي في البلاد من تشكيل حكومة ائتلافية جديدة برئاسة السيد علي العريض تضم عدد هام من الكفاءات المستقلة. حزب المؤتمر يجدد التزامه بدعم هذه الحكومة ما دامت هذه الحكومة محترمة للتعهدات التي قمنا بها جميعا وتوافقنا عليها ووضعناها في وثيقة سياسية، وثيقة التعاقد السياسي التي تمثل برنامج عمل الحكومة للفترة القادمة ورؤيتها السياسية. ثانيا، احنا لماذا دعمنا هذه الحكومة؟ لأننا كنا نعتبر أن السيناريو البديل لهذه الحكومة كان إما السقوط في حالة الفراغ بسبب محاولات أطراف عديدة تعطيل تشكيل تلك الحكومة في آجالها القانونية، أو السيناريو الثاني كان السقوط أيضا فيما سمي بمبادرة حكومة التكنوقراط، لأنه بالنسبة لنا اعترضنا عليها منذ اليوم الأول واعتبرناها التفافا على المؤسسات المنتخبة والتفافا على مفهوم الديمقراطية التي تقتضي حكم الأحزاب الفائزة بالانتخابات، ولهذا رفضناها منذ البداية. اعتبرنا أيضا أن السيناريو البديل لا يمكن أن يخرج عن ضرورة ربطه وارتباطه بدوائر مصالح أجنبية أو مصالح متنفذة داخل البلاد، وهو ما يعتبر خطر على السيادة الوطنية. ثالثا، نعتبر أن الحملة التي استهدفت حزب المؤتمر في المدة الماضية ولا زالت تستهدفه، استهدفت الحزب وقيادته، إنما هي نتيجة لمواقف حزب المؤتمر من مبادرة حكومة التكنوقراط ولموقفه الحاسم في رفض تلك المبادرة وفي التأسيس لحكومة ائتلاف سياسي مدعمة بكفاءات. فكان عقابنا هذه الحملة الإعلامية من طرف قوى سياسية. احنا رابعا نسجل إصرار بعض الأطراف السياسية على عدم تحمل مسؤولياتها على إثر الدعوات المتكررة للمشاركة في تشكيل الحكومة، للمشاركة في إدارة السلطة في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ البلاد. ونعتبر أن هذا الأمر ربما كان نتيجة الخضوع بطريقة مستمرة لحسابات سياسية، حسابات حزبية. ربما هذه الأطراف ربما لم ترى
سوى ما يمكن غنمه من معارضة الائتلاف الحكومي دون تقديم برامج بديلة ودون الشعور حقيقة بالضرورة المسؤولية على هذه على إنجاح هذه المرحلة الانتقالية. خامسا، نعتبر أن الحملة المغرضة على ضد رئيس الجمهورية الرئيس الشرفي لحزب المؤتمر هي حملة ظالمة، حملة تستهدف تشويه السيد رئيس الجمهورية، وهذه الحملة نظن أن هذه الحملة ستشتد ربما أكثر فأكثر في المدة القادمة، باعتبار أن هناك أطراف داخل المشهد السياسي لم تقبل أبدا بالمسار الديمقراطي الحالي، ولم تقبل بأن يكون الدكتور محمد مصطفى المرزوقي أحد الرموز الرئيسي لهذا المسار، وهذه الأطراف التي رأت مدى امتداد خيارات الرئيس داخل مجتمعنا ربما ستسعى إلى ضرب شخص الرئيس في أهم مقوماته، أي مقومات نظافة اليد ومقومات سلامة الرؤية وغيرها. بالنسبة للشأن السياسي الداخلي، أكد حزب المؤتمر على عدد من المواقف في عدد من القضايا الراهنة. بالنسبة للقضايا في حول القضايا، نبدأ مثلا بالقانون الأول، قانون تحسين الثورة. المجلس الوطني لحزب المؤتمر قرر دعم هذا القانون الذي تقدم أشواطا كبيرة في المجلس الوطني التأسيسي، ويعتبر التعجيل به ضرورة وطنية. طبعا نحن كنا طرف رئيسي في تقديم هذا القانون، قدمنا الصورة الأولى، أن الوثيقة الأولى من هذا القانون، ثم أثر ذلك طوير، ونحن نعتبر أن هذا القانون قانون ضروري ومهم للمرحلة القادمة، ولكن يجب أن نراعي مقتضيات العدل، وأن نراعي مبدأ استبعاد العقوبة الجماعية، ومبدأ تحميل المسؤولية السياسية والأخلاقية لكل من ساهموا بشكل قيادي ومباشر في المنظومة السابقة، في إنشاء المنظومة السابقة، وفي حزب التجمع المنحل. نحن نود ربط هذا القانون بمنظومة العدالة الانتقالية التي تنطلق من المحاسبة وتنتهي بالمصالحة الوطنية. المجلس الوطني دعا كتلة المؤتمر إلى استقطاب أكثر ما يمكن من أصوات لتمرير القانون، وأن يشمل هذا القانون العدد أكبر ما يمكن من عدد من أزلام النظام السابق المتورطين في جرائم ضد شعبنا. ونحن دعونا، المجلس دعا حلفائنا ومختلف القوى الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي إلى حسم موقفهم تجاه هذا الموضوع، لكي يتم تمريره وتصويت عليه في المجلس في الجلسة العامة القريبة في المجلس. ثانيا، الموضوع الثاني يخص موضوع الساعة المطروح من قبل العديد من القوى داخل البلاد، وهو موضوع المجموعات التي يتهمها البعض بممارسة العنف، المتهمة بممارسة العنف. نحن نعتبر أنه حماية الديمقراطية تقتضي وضع آليات حقيقية لمنع أي طرف من ممارسة العنف على المجتمع وعلى بقية الأطراف. نحن نعتبر أنه ليس من حق أن أي طرف أن يعوض سلطة الدولة في الاضطلاع بمهام حماية الأمن وتطبيق القانون.
ولكن في الآن نفسه نعتبر أنه من الضروري التوافق على حماية الحقوق، حق التنظم بالنسبة لكل الجمعيات مهما كان اسمها، ما دامت تلك الجمعيات تعمل في إطار القانون، وما دامت تلك الجمعيات لا تتبنى مواقف تدعو إلى ممارسة العنف. القضية الثالثة هم رجال الأعمال المعنيين بالجرائم المالية. المجلس الوطني لحزب المؤتمر شدد على أهمية التسريع في حل هذا المشكل من خلال وضع مقاييس للتسوية المالية بالتعويض المنصف والمجزي للشعب. هذه في الجرائم المالية غير متعلقة بالفساد في المال العام. نحن نطالب بأن يتم محاسبة المتورطين في الفساد المتعلق بالمال العام. أما بقية الجرائم الاقتصادية والمخالفات الاقتصادية والتجاوزات فالمطلوب التسريع في إيجاد حلول عادلة لهذا الملف حتى نحرك عجلة العجلة الاقتصادية وعجلة التنمية خاصة أساسا في الجهات المحرومة. المجلس الوطني لحزب المؤتمر أكد أيضا على أن تكون التعيينات في المناصب العليا في الدولة على أساس الكفاءة والانحياز لمسار الإصلاح، وعلى أن تكون على أساس أكثر ما يمكن من قدر من التوافق مع الحرص على استبعاد المورطين في الفساد ورموز النظام السابق. هذه القوانين. المجلس الوطني لحزب المؤتمر دعا كتلة الحزب ودعا المكتب السياسي أن يعمل كل جهده على أن يشمل الدستور القادم في فصوله كل الضمانات اللازمة والممكنة لتكريس سيادة الشعب على أرضه وعلى موارده الاقتصادية والطبيعية. هذه نقطة نتمسك بها وندعو ودعونا كتلتنا للعمل من أجل إقرارها. في خصوص فصول الدستور المتعلقة بالجماعات المحلية، طالب المجلس الوطني بالتنصيص على أن اللامركزية الإدارية لا يجب أن تمس من وحدة التصورات والرؤى الاستراتيجية على المستوى الوطني. تشبثنا أيضا بموقف الحزب من مشروع قانون التدقيق في المديونية وقانون محاربة الفساد، قانون من أين لك هذا الذي اشتغلنا عليه في المدة الماضية وقدمناه، وضرورة العمل على إقرار هذا القانون بكل الوسائل. في الختام، بالنسبة للقضايا الاقتصادية، القضايا الخارجية الدولية والأمنية، أكد المجلس الوطني على عدد من المواقف في تلك القضايا. أولاً، اعتبرنا أن الأوضاع الحساسة في منطقتنا ككل تجعل من المسألة الأمنية هاجساً وطنياً وقومياً ودولياً في الآن ذاته، وهذا يفرض علينا البحث عن مقاربة شاملة ترتكز على عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو البحث عن الأسباب الموضوعية لتفاقم هذه الظاهرة، ظاهرة عدم الاستقرار الأمني. وهنا أنا في إشارة لتشجيع العمل البحثي والدراسي والعمل العميق للأجهزة الأمنية لمحاولة فهم أسباب هذه الظاهرة حتى تكون المقاربة شاملة. ثانيا، معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الظاهرة. بالنسبة للقضية السورية، حزب المؤتمر وعلى قاعدة دعم الشعب السوري في نضاله ضد الاستبداد وتحقيق تطلعاته لإرساء نظام ديمقراطي مدني تعددي يكرس سيادة سوريا ووحدتها أرضا وشعبا في سياق ثورات الربيع العربي،
فإن حزب المؤتمر يحذر من استغلال الصراع الداخلي في سوريا والدفع به في اتجاه أجندات خارجية معادية لأهداف الربيع العربي في الكرامة الوطنية والحرية والديمقراطية وتحرير الأرض. وأيضا فإن حزب المؤتمر يرفض بشدة توريط التونسيين عبر شبكات التهريب في هذه المشاريع الفئوية، كما يؤكد على مسؤولية الدولة في التصدي لهذه الشبكات بكل الوسائل والآليات. بالنسبة للوضع في مالي، يؤكد حزب المؤتمر على الوحدة الترابية لدولة مالي الصديقة، ويدعو للتسريع بإيجاد حل سياسي توافقي ما بين كل الأطراف وإعادة الشرعية للدولة، مع التنصيص على ضمان احترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للأقليات في المنطقة، وذلك في إطار التمسك بالمعاهدات والقوانين الدولية الضامنة لذلك. ويدعو حزب المؤتمر إلى الإسراع بإنهاء العملية العسكرية في أقرب الأجال. أخيرا وليس آخرا، في خصوص القضية المركزية، يتمسك حزب المؤتمر بموقفه في خصوص القضية الفلسطينية، ويدعم نضالات الشعب الفلسطيني بما في ذلك قضية الأسرى، ونؤكد تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونؤكد على تضامننا المطلق في باب آخر مع المسلمين في بورما، وإدانتنا لكل أشكال التطهير العرقي والإبادة التي يتعرضون إليها. كان هذا نص البيان الختامي وتقديم رؤية إجمالية لما وقع في المجلس الوطني. يوزع عليكم البيان الختامي بعد قليل.